ما حكم الاستهزاء والتشمت بالكفار سواء كانوا حربيين أو غير حربيين؟ الاستهزاء لا يجوز والسخرية لا تجوز لأنها تجر شراً، لكن السخرية بالكفار من باب المقابلة، إذا سخروا من المسلمين فإننا نسخر منهم، كما قال نوح عليه السلام: إن تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون. وكما قال الله جل وعلا في المنافقين الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم، من باب المقابلة يسخر منهم. وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. قل يا أهل الكتاب هل تقيمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون؟ قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله؟ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. بيّن الله مخازيهم لما استهزأوا بالمسلمين وبالنداء للصلاة، بيّن الله مخازيهم وأسكتهم وفضحهم، فهذا من باب المقابلة والرد. نعم.